الولد يقرا مليح ويشارك ويدير البحوث يسميوه خباش، يرجعوه خباش، يقول لك هذا خباش. كاين بعض الشباب الان واش يصرى لهم؟ تلقاه ما يقراش، وهذا تنبيه للاولياء، تلقى وليده كان يقرا مليح وبعد يبدا يتراجع خاصه في الثانوي. علاش؟ لارضاء المجموعه. خاطش لو كان يبدا يقرا بزاف يبدا يقولوا له خباش 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 باش ما ياكد لهمش باللي خباش، يعاود يهبطوا في المستوى ديالو. ولذلك شوف نفس الشخص نعاود نقولوا للشباب يعني المراهقين تاعنا، نقول لهم دوك في الثانوي جيبوا لي كاش واحد في الثانوي يلبس طابليه ويخرج بها من الطابليه من الدار ويروح بها للمسجد. كاين ها تقدر ديرها، لازم دير الحداد ياك الطابليه تقرا العلم ونور والجهل ظلام، يخطر بينا هكذا العلم ونور والجهل ظلام وطابليه هكذا، وتروح وانت راح تخرج طبيب تخرج ما يقدرش يحكم طابليه يكرفصهاش ولا هكذا ويخبيها هكذا وما تقدرش ويروح. لكن حبينا نقولوا شوف، لانه شوف التاثير الاجتماعي، المنظومه الاجتماعيه، النظره تاع المجتمع يبداو يشوفوا، وبعد عاودنا غيرنا النظره تاع المجتمع عاودت تغيرت. وشنو؟ نفس الشخص ماتش راح يلعب قال تاع مولوديه ويلعبوا في بلاصه فلانيه، مين يلبس العلام؟ من الدار، بيت الخاله تاع دارهم كاع، يلبس يدير العلام ويدير هكذا ويخرج، وكي يجي خارج لو كان ما يشوفوش ولاد حوما يبدا يعيط. علاش؟ باش يقول لهم بلي شوفوا نينا نيني لابس، بس حاجه للقرايه العلم. علاش انت ما تقدرش تلبس طابليه تقدر تلبس العلام؟ شفت المنظومه الفكريه، هذا هو التفكير اللي يخلي الانسان يولي يشوف بلي وين راهي رايحه. تما كيفاش رانا رايحين في الشباب، تما كي تعاود تولي نقعدوا في مجلس ومن بعد واحد تقول واش يخدم، يقول لك انا بزنس نابورتي الاخر، ومن بعد وانت ومن بعد ما يجي انا استاذ في البريمار، استاذ في البريمار كاع اللي يشوفوا فيه غيض هكذا مسكين استاذ في البريمار غيض. علاش؟ لانه التقييم المادي، هذا التقييم المادي تاع انا خير منه هي لا تمشي الان في المجتمع.